هذا الموضوع هو كقائم على منهجية وليس هو غناء عفوي أو فردي أو أنشطة غير مخطط لها. الموسيقى هي ممكن تساعد الأطفال والأطفال ذوي الاحتياجات خاصة، بتحررهم أحياناً من القيود اللي هن عادة بتمنعهم عن التعبير. الغناء الجماعي بيساعدهم أكثر على أنه يعبروا أكثر، وهذا هو المطلوب. عملنا كتير نشاطات، عملنا أول شيء أخذوا منا كلمات الأساتذة، سويناها الأغاني، غنينا مع الموسيقى، أول شيء لحالنا بعدين مع الموسيقى. لك يا حسرة على الماضي ويا حرام وعلى صوتك كلت إخرى كلتنا. برافو.